السلام عليكم أعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا على خير. في هذا الفيديو إن شاء الله سنشرع في دراسة ليمينولوجي، علم المناعة، وهو خاص بالدوزيام باك اس في تي. والبداية ستكون مع لو بروميي شابيتر سوا اي نو سوا اي مويان دو ديفونس دو سوا، الذاتي وغير الذاتي وطرق حماية الذاتي. إذا طبعا كنعرفوا أن الوسط اللي كنعيشو فيه هو مليء بالجراثيم المتعدية اللي هي مجهرية، دي ميكرو أورغانيزم، ممكن يكونوا دي فيروس، دي بكتيري، دي بروتوزوار، حيوانات أولية. ولكن في نظركم واش هاد المتعديات كلها كيمكن لها تأذينا ولا تسبب لنا أمراض؟ طبعا لا، وإلا كنا غنكونوا دايما مرض. طبعا لماذا؟ نعم، لأن عندنا واحد الجهاز ديال الدفاع. إذا أولا كنعرفوا أننا محاطين بواحد الغشاء اللي هو الجلد، بالإضافة إلى عناصر أخرى، حواجز كتمنع الدخول ديال هاد الجراثيم إلى الأنسجة الداخلية أو الوسط الداخلي للجسم. وحتى إلا تمكنات هاد الجراثيم من الدخول إلى الجسم، مثلا إلا تجرحنا مثلا، فراه الجسم كيتوفر على واحد الجهاز خاص كيتسمى الجهاز المناعة، لو سيستيم إيمونيتير، اللي كيحمينا من هاد الجراثيم هادي. وهاد الجهاز كيتدخل بطرق مختلفة أو استجابات أو ردود أفعال مختلفة عند دخول جسم غريب إليه. وهاد ردود الأفعال وهاد الاستجابات هي اللي كتسمى ليمينيتي، المناعة أو استجابات المناعية. إذا في نظركم أشنو هو التساؤل اللي غادي يطرح لنا هنا؟ نعم، إذا كيفاش الجسم بعدا أو هاد جهاز المناعة يميز ما بين ما هو ذاتي، يعني شي حاجة اللي ديالنا باش يحافظ عليها، وشي حاجة اللي ماشي ديالنا. أون بارل دو سوا، شي حاجة ذاتية ديالنا اللي خصو يحافظ عليها، اي لو نون سوا، يعني شي حاجه اللي غادي تعتبر اجنبيه او غريبه واللي غيخص هاد الجهاز هذا يهاجمها. هذا من جهه. من جهه اخرى، نعم، كيف سيتدخل هذا الجهاز للقضاء على ما هو غير ذاتي، لو نون سوا؟ اذا هاد الاسئله اللي غادي نجاوبوا عليها في هاد لو شابيتغ هذا. دونك ليمونيتي لونسومبل دي ميكانيزم بيولوجيك، اذا مجموعه من الاليات البيولوجيه بيرميتون ان اورغانيزم دو ريكونيتر et de tolérer ce qui lui appartient، اللي كتمكن الجسم من التعرف وتقبل ما ينتمي إليه أي الذاتي، et de reconnaître et de rejeter le non-soi، والتعرف ورفض أو طرد الغير الذاتي أي ce qui lui est étranger، ما هو غريب عنه. Pour rejeter le non-soi, l'organisme déclenche des réponses immunitaires qui sont de deux types. Donc, les رفض ما هو غير ذاتي، الجسم يطلق استجابات مناعية التي هي نوعان، إذن هذه تعرفنا عليها في ثالثة إعدادي، نون سبيسيفيك أي الغير نوعية أو الفطرية إني، سبيسيفيك النوعية أو المكتسبة أكيز. وبالتالي السؤال اللي غيطرحنا قلنا هو هذا الجهاز كيف يميز ما بين الذاتي لو سوا أي لو نون سوا، وبالتالي ما هي العلامات ديال هذا الذاتي، بما يتميز هذا الذاتي. La notion de soi et de non-soi, d'un mafhoum dati ou ghir dati, les marqueurs de soi, d'un ma yumayiz ad dati. Lil kashf ou la bach n'tarfu ala mumayizat ad dati, ghadi ndarsu wahed mu'atayat. Rôle de la consanguinité, qarabat damawiya, et les facteurs héréditaires, l'awamil wiratiya, dans la réussite ou le rejet des greffes, f'najah ou rafd at-tom. Greffe ou la tom, يعني عملية ديال زرع الأعضاء أو الأنسجة، يعني الخلايا، يعني نقلها إلى شخص في حاجة إليها. دن سنتعرف على مختلف الحالات. دونك observe ce graphe. Elle présente quoi? Oui, présente l'impact de la consanguinité entre le donneur et le receveur sur le sort de la greffe. دن تأثير ديال القرابة العائلية أو الدموية بين المعطي والآخذ في مصير الطعم، أي في مصير عملية التطعيم، يعني هل ستنجح أم سيتم رفض الطعم. تلاحظوا هذه الحالات، مختلف الحالات. إذا لو غراف ici présente le pourcentage de la réussite de la greffe en fonction des années selon différents cas qu'on va voir ici. Donc prenons le premier cas. Qu'est-ce que vous constatez? Oui, le pourcentage de la réussite est 100%. يعني هنا تم قبول الطعم.
Et ce cas représente quoi? Observons ici compatibilité parfaite entre les CMH du donneur et du receveur. تلاؤم تام بين CMH المعطي والآخذ أي المستفيد من الطعم. إذن طبعا كتسألوا على شنو هو CMH؟ نعم طبعا غادي نتعرفوا عليه. إذن لكان تلاؤم تام ما بين هاد CMH هذا ديال المعطي والآخذ، هنا كتكون عملية التطعيم ناجحة 100%. Observons le deuxième cas. Le pourcentage de la réussite de la greffe diminue au cours des deux premières années, puis se stabilise à un pourcentage de presque 80%. يعني الطعم هنا سيقبل بنسبة 80%. Observons la légende ici. Parents ou proches de receveurs ayant 50% de gènes CMH compatibles à ceux de receveurs. إذن هنا بالنسبة للمستفيد للreceveur استفاد من الطعم المأخوذ إما من أحد الوالدين أو من أحد الأقرباء. في هذه الحالة بين المعطي والمستفيد 50% من لجان من المورثات ديال CMH متلائمة مع لجان ديال الآخذ. هذا كيعني هذا؟ هذا كيعني أن هذا CMH يتم إنتاجه تحت إشراف دجان، يعني أن عنده علاقة بالغيديتي بالوراثة. Observons le troisième cas. Donc ici, dès les premiers mois, le pourcentage de la réussite de la greffe diminue jusqu'à presque s'annuler. Ça veut dire qu'il y a rejet ici du greffant, de neutrate à terme. Et c'est le cas des personnes n'ayant aucune relation de consanguinité avec le receveur. Donc, fait le cas, ma kinch a la qad el qaraba ma bain al mu'ati ou ma bain al akhid ou al mustafid. Donc, je peux nous faire un نعم يعني العملية ديال لاكغريف أو بيان ديال زرع الأعضاء راه كيدخل فيها عناصر وراثية أو عوامل وراثية، هنا كيدخلو فيها لجان، هذا من جهة. من جهة أخرى إذا التدخل ديال هاد العنصر هذا ديال CMH في هاد العملية ديال لاكغريف أو بيان ديال التطعيم أو زرع الأعضاء. حاجة أخرى كتبان من هنا أيضا أن هاد CMH إذا غادي تعتبر ماركور دو سوا، إذا يميز الذاتي. إذا في نظركم أش من حالة غادي يكون النجاح التام ديال هاد لاكغريف؟ نعم إذا خصو يكون تطابق ديال CMH ما بين لو دونور و لو غوسيفور. تطابق تام هذا كيعني أن لو دونور و لو غوسيفور خصهم يكون عندهم لي ميم زلال المشرفين للتركيب ديال هاد CMH. باش يكونوا عندهم لي ميم زلال في نظركم في أي حالة؟ نعم إلا لكانوا توائم حقيقية أو كاينة واحد الحالة اللي كتسمى أوتوغريف، يعني الشخص الآخذ والمستفيد هو نفسه، يعني المستفيد كتعطالو الخلايا ديالو بحال الحاله مثلا ديال لامويل اوسوز نخاع العظام. دونك دون سو كا لا ريوسيت دو لا غريف اي 100%. دونك اون ا دو كا سوا اوتوغريف ذاتي، يعني الشخص كياخذ الخلايا ديالو هو نيت. اون بارل دوتوغريف سا فو دير لو غريفون، يعني هذاك العنصر المزروع ابارتيان او ريسيفور، كياخذوا خلايا منه ويعاودوا يزرعوها فيه. أو بين التوائم الحقيقية et ici on parle d'isogreffe. Le greffon appartient aux jumeaux monozygotes du receveur. Monozygote يعني توائم حقيقية، يعني il possède le même زلال. كنعرفوا أن التوائم الحقيقية جاية من نفس الخلية البيضاء، من la même cellule œuf. Dans ces deux cas, la greffe est réussie 100%. Car il y a une compatibilité parfaite entre le CMH du donneur et du receveur. Le deuxième cas, تلاحظنا طبعا أن كاين le rejet du greffant إما بواحد النسبة قليلة، ici 20% par exemple، إلا كانت واحد القرابة ديال الدموية ما بين le donneur et le receveur. ولكن نسبة الرفض كتكون عالية إلا ما كانتش هاد القرابة العائلية. في هذه الحالة طبعا إلا كانت ما بين إنسان وإنسان كنتكلموا على ألوغريف اللي كتغير قلنا نسبة القبول ولا الرفض على حسب درجة القرابة بين الشخص المستفيد والشخص المعطي. وفي هذه الحالة كنتكلموا على ألوغريف. لو دونور و لو ريسيفور ابارتيان على ميم اسبيس، نفس النوع يعني البشري مثلا إنسان كيعطي إنسان، مي جينيتيكمون ديفيرون. كاين اللي كيتسائل دابا كيفاش انسان انسان، يعني واش كاين حاله اخرى ان الانسان كيستافد من حيوان؟ نعم كاين عمليه زرع الاعضاء اللي اصلها حيواني الانسان ولكن لا زالت في طور التجريب، وكمثال على ذلك عمليه زرع قلب خنزير لمريض امريكي، وهذا الشخص توفي بعد شهرين من العمليه. دون سو كا
on parle de xénogreffe. Le donneur est d'une espèce différente, من نوع مختلف. إذن في هاد لي دو كا طبعا هناك احتمال طرد الطعم. Dans ces deux cas, il y a rejet du greffon. طبعا النسبة ديال الرفض خاصة بالنسبة للو غريف قلنا تختلف حسب درجة القرابة بين المستفيد والمعطي لو دونور اي لو ريسيفور. وبالتالي شنو يمكننا نسنجو من هاد المعطيات؟ نعم ان كاين دي فاكتور هيريديتير اللي كيدخلوا في لا ريوسيت او بيان لو روجي دي غريف. وهاد لي فاكتور هيريديتير عندهم علاقة اساسا بلي جين ريسبونسابل دو لا برودكسيون دو سي ام اتش. دونك لي فاكتور هيريديتير انترفيان دون لا ريوسيت او بيان لو روجي دي غريف. CMH est responsable de la compatibilité entre les tissus du donneur et du receveur, les tissus, mal insija, les chalaya. Obtali CMH, ce n'est que l'abréviation du complexe majeur d'histocompatibilité. Murakkab atalaum an-nasiji. Une talaum beina insijat al-mu'ati wa al-akhid. Plus le degré de parenté entre deux individus est grand, kul ma kan daraj al-qaraba beina al-mu'ati wa al-akhid aliya. Plus la similitude entre leurs molécules CMH est grande, كل ما كان تشابه CMH بين الفردين عالي, et plus la probabilité de réussite d'une greffe de tissu d'organe entre les individus est élevée. وطبعا حدود نجاح نقل الأعضاء بين هاد الأفراد ستكون مرتفعة. إذا فهمنا على أن الجسم يتوفر على دي ماركور دو سوا, يعني مميزات الذات كتسمى وسمات الذاتي. بحال اللي كل واحد فينا عنده واحد البصمه خاصه به, دن حتى الخلايا عندها واحد العناصر اللي هي خاصه بها التي تميز عناصر الذاتي عن ما هو غير ذاتي. اذا هاد لي ماركور دو سوا فيهم اللي هما دي ماجور وهما السي ام اش دن وسمات اساسيه دي ماركور ماجور, وكاين دي ماركور سكوندير ثانويه دو سوا غادي نتعرفوا عليها. نبداو بلي ماركور ماجور اللي هما قلنا سي ام اش. بالنسبه لي سي ام اش هو بنفسه كاين نوعان, كاين سي ام اش 1 و سي ام اش 2. وعرفنا على ان هاد سي ام اش قلنا عنده علاقه بالوراثه, يعني ان الانتاج ديالهم كتشرف عليهم مورثات ولا دي جين. وفي نظركم مادام لي جين اللي كيشرفوا على تركيب هاد سي ام اش, اذا ما هو الا ماده هاد سي ام اش؟ وي دي بروتيين, سو سون دي غليكو بروتيين. دن فين متواجد هاد لي غليكو بروتيين؟ لاحظوا هنا دن اون ايسي لا مومبران سيتوبلازميك. لي موليكول دو سي ام اش سو سون فيكسي سور لا مومبران سيتوبلازميك دو لا سيلول. اذن هي عناصر اللي متواجده على سطح الخليه اللي هي مثبته بالغشاء الخلوي. سي ام اش 1 كتواجد في جميع الخلايا دو لي سيلول نيوكليي, يعني الخلايا اللي فيها نواه, باستثناء لي سيلول جيرمينال. لي سيلول جيرمينال هما لي سيلول اللي غادي يعطيونا لي غاميت, الخلايا ديال التوالد. سمعتوا بلي سبيرماتوزويد لي زوفول, هاد الخلايا اللي كتعطي هاد لي غاميت ما فيهاش سي ام اش. هنا كاين اللي راه كيتسائل واش كاين دي سيلول اللي ما فيهمش لو نويو. وي كاين دي سيلول اللي ما فيهمش لو نويو بحال لي غلوبول غوج. بالنسبه لسي ام اش 2, سي ام اش 2 كيتواجد في لي سيلول ايمونيتير, في الخلايا اللي عندها علاقه بجهاز المناعه. Donc les marqueurs majeurs et les marqueurs secondaires du soi. Donc le système immunitaire différencie entre le soi et le non-soi grâce à des marqueurs du soi. Les wasimets addati, les mayumayis addati, qui sont des glycoprotéines qui se trouvent à la surface des membranes des cellules de l'organisme, et on distingue deux types, majeurs et secondaires. Donc on a commencé par des marqueurs majeurs, les wasimets araïsia, des marqueurs tissulaires qui correspondent aux molécules de complexe majeur distant compatibilité مركب رئيسي للتلاؤم نسيجي CMH. On distingue deux classes de molécules CMH. CMH1 se trouve à la surface de toutes les cellules nucléées, الخلايا اللي عندها نواة, sauf les cellules germinales, باستثناء الخلايا الأصل ديال الأمشاج لي غاميت. CMH2 se trouve uniquement à la surface de certaines cellules immunitaires. Dans CMH2, خاص بالخلايا المناعية. Dans en plus des marqueurs majeurs, on a des marqueurs secondaires du soi. Et ces marqueurs, ce ne sont aussi que de glycoprotéines, mais cette fois-ci qui se trouvent à la surface des globules rouges. Dans le cas de la
كيتسموا لي زاغلوتينوجين. اي اون ديستينغ دو تيب A و B. عندنا جوج الانواع ديال هاد الجليكوبروتيين اللي كيتسموا لي زاغلوتينوجين. الناس اللي عندهم على سيرفاس ديال لي غلوبول روج ديالهم هاد لاغلوتينوجين A كيتسموا من جروب A. الناس اللي عندهم لاغلوتينوجين دو تيب بي في الجلوبول روج ديالهم كيتسموا وي دو جروب بي. اون دي كي سون دو جروب بي. سو كي كونتيان ا لا فوا لاغلوتينوجين ا و بي اي سون دو جروب ا بي. اي سو كي نون ني ا ني بي اون دي كي سون دو جروب او. اذا غتكونوا كنظن فهمتوا علاش كيتسموا هادو دي ماركور سكوندير، وسمات ثانويه للذاتي. فاش تكلمنا على سي ام اش قلنا على انه وسم رئيسي للذاتي، قلنا على ان كل واحد فينا عنده سي ام اش خاص به باستثناء التوائم الحقيقيه، هما اللي عندهم نفس سي ام اش لان عندهم نفس الزلال. ولكن واش كاين واحد فينا اللي عندهم جروب ا مثلا؟ طبيعه الحال لا. اذا بالنسبه لجروب ا بزاف الناس عندهم ا، بزاف عندهم بي، بزاف عندهم ا بي، وبزاف عندهم او. C'est pour cela qu'on parle de marqueur secondaire du soi. بالإضافة هاد الفصائل الدموية تتميز بوجود مادة أخرى تسمى لاغلوتينين، وهاد لاغلوتينين حتى هي جوج الأنواع، لاغلوتينين أونتي أ و لاغلوتينين أونتي بي. إذا هانتوما كتسمعوا أونتي بي أونتي أ يعني المضادة للاغلوتينوجين. Et ces agglutinines sont libérées dans le plasma يعني في لو ليكيد دو سون، تواجدين في السائل الدموي. غير هي مادام اغلوتينين أونتي بي في هذا المثال، في نظركم واش يمكن لها تلاقى مع لاغلوتينوجين بي في نفس الدم؟ طبيعة الحال لا. اذا بالنسبة لكل فصيلة دموية بالضرورة واحد في هادو بجوج غادي يكون اما لاغلوتينوجين واما لاغلوتينين المضاد لهاد لاغلوتينوجين. غنشوف واش واضح. مثلا لخدينا لو جروب ا، اش غادي يكون عنده؟ مزيان لاغلوتينوجين ا. واش غادي يكون في البلاسما ديال هاد الدم هذا؟ وي لاغلوتينين اونتي بي. لو جروب بي اش غادي يكون عنده في لي غلوبول روج ديالو؟ وي بيان سور لاغلوتينوجين بي. ولكن شنو غادي يكون عنده في لو بلاسما ديالو؟ غادي يكون لاغلوتينين اونتي ا. لو جروب ا بي بيان سور راه عنده لي زاغلوتينوجين بجوج او بي، وفي نظركم واش غيكون عنده لاغلوتينين في البلاسما ديالو؟ طبيعه الحال لا. اوكون اغلوتينين ني ليبيري فهاد لو كا هذا ديال لو جروب ا بي. بقى لو جروب او اي نا با داغلوتينوجين، اي بيان سور في المقابل اش غيكون؟ لي دو زاغلوتينين غادي يكونوا في البلاسما ديالو. دونك اون بارل دو ماركور سكوندير دو سوا. هاد لي زاغلوتينوجين قلنا اللي حتى هما سون دي غليكو بروتيين. السؤال اللي كيتطرح هو اش غادي يوقع الا تلاقى لاغلوتينوجين مع لاغلوتينين المضاد ليه؟ اذا هو اللي غادي تلاحظوا هنايا دال لي غلوبول روج اللي عندهم لاغلوتينوجين مثلا بي في هذا المثال، الا تلاقات مع لاغلوتينين اونتي بي، لاحظوا هنايا كيتم الارتباط بين لاغلوتينوجين والمضاد ديالو، الشيء اللي كيخلي الكريات الحمراء كتلاحظوا هنايا كتلتصق مع بعضها. اون بار دو لاغلوتيناسيون دي غلوبول روج. طبعا الا وقعت هذه العمليه داخل الجسم يعني داخل العروق الدمويه ممكن ان تسبب انسداد في العروق الدمويه مما يهدد حياه الفرد. اذا لهذا خلال العمليه ديال التحقن ديال الدم راه حنا كناخذوا بعين الاعتبار ان يعني ما يلتقيش لاغليسيروجين مع المضاد ديالو. دونك لي ماركور سيكوندير سو سون دي غليكوبروتيين كي ديتيرمين لي غروب سانغان دو سيستيم ا بي او. طبعا هاد لي غليكوبروتيين اللي هضرنا عليهم راهم خاصين بلو سيستيم ا بي او، بالنظام ا بي او. وكنعرفوا ان ما كاينش غير هذا النظام هذا، كاين انظمه اخرى للدم بحال غيزوس مثلا اللي كتسمعوا بلوس ولا موان مثلا ا بلوس ولا ا موان، هذا نظام اخر ديال غيزوس، كاين ام ان الى اخره. اذا هذا اللي كيهمنا هنايا هو ا بي او اللي عندنا في المقرر. سي موليكول سو تروف سور لي مومبران دي غلوبول روج اي سون ابيلي اغلوتينوجين او انتيجين qui sont de deux types, A et B, et qui déterminent les quatre groupes sanguins majeurs, A, B, A, B et O. Les agglutinogènes d'un donneur du sang sont reconnus comme non-soi par des molécules solubles se trouvant dans le plasma du receveur appelé agglutinine. Dans l'agglutinine, il y a le modèle qu'on a dit l'agglutinogène.
ou anticorps anti-A et anti-B, capables de se lier aux agglutinogènes de configuration complémentaire. Donc, les anti-A ou les anti-B qui peuvent s'intéresser aux agglutinogènes اللي كيتكاملوا معهم من ناحيه البنيه. وفي هذه الحاله كما راينا من قبل اللي هي فورماسيون دو كومبلكس انتيجين انتيكور. هنا لي زانتيكور هنا لي زانتيجين هما هادو اللي كاينين في الكريات الحمراء كي سو مانيفيست بار اون اغلوتيناسيون دي زيماسي. لي زيماسي هما لي غلوبول روج. لاغلوتيناسيون يعني التجميع ديال هاد لي غلوبول روج. سي بور سلا كو لا ترانسفيزيون سانغين انتر لي انديفيدو دو ريسبكتي la compatibilité qui existe entre les différents groupes. وهادشي علاش قلنا التحقن ديال الدم خصو يحترم التلاؤم المتواجد بين لي ديفيرون غروب يعني مختلف الفصائل الدمويه. اذا شفنا ان سي ام اش اللي هو قلنا ماركور ماجور دو سوا ان كل واحد فينا عنده سي ام اش خاص به. والتساؤل اللي غيطرح هنا هو ما هو السر في التنوع؟ كيفاش كل واحد فينا عنده ديك ليكوبروتيين ديال سي ام اش اللي هو خاص به؟ إذا في نظركم السر في التنوع فين غادي يكون؟ وي غادي يكون في لي جين. مادام سي ام اش سوقنا قلنا دي بروتيين دي غليكوبروتيين يعني مسؤول عليهم دي جين. إذا السر في التنوع غادي يكون في لي جين. إذا بالنسبة لي جين ريسبونسابل دو لا برودكسيون دو سي ام اش إذا سو تخوف او نيفو دو كروموزوم نيمورو 6. ما كاينش جين واحد كاين ثلاثة د لي جين بالنسبة لسي ام اش ان ا و سي و بي وكل جين عندو مجموعة ديال لي فيرسون يعني دي زلال. إذا A عنده 24 ألال. On parle de gène polyallélique متعددة الحليلات. C عنده 11 ألال. B عنده 50 ألال. وبالنسبة ل CMH2 عندنا DR عنده 18 ديال لي زلال. DQ 9 ديال لي زلال. DP 6 ديال لي زلال. إذا اش كيعني هذا؟ يعني مثلا إلا فرضنا أن مثلا غادي نرقمو هاد 24 ألال نعطيهم A1 A2 حتى ل 24. إذا مثلا واحد فينا غادي ياخد A1 من الأب ديالو و A3 من الأم ديالو. واحد آخر مثلا غادي ياخد A2 من الأب ديالو A1 من الأم ديالو. واش كتصورو عدد ديال التشكيلات اللي ممكن نستخرجوها اللي خدينا بعين الاعتبار هاد لي زاليل هادو عادي إلا نضفت عاوتاني بالنسبة لي سي أو بي بالإضافة لإحتماليات أيضا ديال هاد لي زاليل بالنسبة لسي إم اش دو. دلا حاولنا نديرو دي كومبينيزون ما بين هاد لي زاليل طبيعة الحال غادي نلقاو اعداد كبيره جدا. كتضاف على هاد القضيه ديال تعدد ديال لي زاليل كون هاد لي زاليل سون اون كا دو كودومينونس. ولا عقلتو شويه فاش شفنا لا كودومينونس ملي كيكون عندنا دو زاليل ديفيرون شحال كيكون عندنا من فينوتيب بوسيبل؟ وي 3 فينوتيب بوسيبل. هنا كيكون عندنا ان فينوتيب انترميديير مثلا A2 جات من الاب تلاقات مع A2 جات من الام غتعطيني ان فينوتيب. تلاقات مثلا A3 ديال الاب مع A3 ديال الام غادي تعطينا ان فينوتيب. ولكن لتلقى A2 مع A3 غيعطينا ان اوتر فينوتيب يعني انترميديير اونتر ديال A2 وديال A3. يعني العدد ديال لي فينوتيب بوسيبل غادي يكون كبير بزاف. وهادشي اللي كيخلي كل واحد فينا عنده سي ام اش خاص به. دونك شي لوم لي جين كودون بور لي موليكول دو سي ام اش سون روغروبي سو لو كروموزوم نيميرو 6 اون 4 جين برينسيبو. لي جين سون بولي اليليك قلنا عديدي الحليلات اي لي ديفيرون زالي سون كودومينون. بور شاكان دي 4 جين شاك انديفيدو هيريت دو زالل لان دو بير اي لوتر دو لا مير. Il possède ainsi, sur sa paire de chromosomes 6, une combinaison quasiment unique des allèles comptant pour le CMH. Donc, tout le monde qui a obtenu le chromosome 6 de la combinaison ou la terkiba, c'est à peu près les allèles qui touchent à la terkib CMH. Donc, c'est ça qui est le rôle du CMH. Est-ce que le rôle du CMH? دونك بالنسبه لي سي ام اش 1 اللي قلنا انهم متواجد على الخلايا اللي فيها لو نويو بصفه عامه باستثناء لي سيلو جيرمينال تلاحظوا الدور ديالو. اذا سي ام اش 1 هو هذا اللي مثل بالصفر هنا. اذا سي سون دي غليكوبروتيين
دونك لاحظتوا انهم كيتركبوا في واحد لورغانيت سيلولار اللي كيتسمى ريتيكولوم اندوبلازميك. اذا ولكن قبل ما يمشيو لا مومبران بلازميك، كتلاحظوا انه كيتحد مع واحد نقط حمر هنا. لاحظوا الاصل ديالهم، الاصل ديالهم هو لا فراغمونطاسيون دي بروتيين دو سوا، يعني هادوك لي بروتيين اللي كيتنجو داخل لا سيلول، يعني اللي كيتمو تحت اشراف لي جين ديال لا سيلول. هاد لي بروتيين كتخد عينه منهم وكتم تجزئ ديالها، لا فراغمونطاسيون ديالها، تجزئ ديالها، بحيث كحصلوا على قطع صغيره كتسمى لي بيبتيد. وهاد لي بيبتيد هادو كيتثبتوا على السي ام اش، سي ام اش ان، وهاد المركب هذا كيهاجر باش يتثبت على لا مومبران بلازميك. اذا في نظركم شنو هو الهدف؟ نعم، بالنسبه للسي ام اش ان كيعرض هاد العينه من لي بيبتيد ديال لي بروتيين اللي قلنا ديال لو سوا اللي تركبوا داخل السيلول، على ما كيعرضهم على لي سيلول ايمونيتير، على الخلايا المناعه، يعني من اجل الرقابه، باش لي سيلول ايمونيتير يعرف واش هاد لا سيلول سليمه ما عندهاش مشكل ولا انفكتي بار ان فيروس او بيان اون باكتيري. ان ممكن يكون هاد البيبتيد الاصل ديالو بروتيين ديال ان فيروس او بيان دون باكتيري. في هاد الحاله هاد لا سيلول خاصها تدمر. بالنسبه لسي ام اش 2 حنا قلنا على انها متواجد فقط على دي سيلول ايمونيتير. اذا لاحظوا الدور ديالو، كتلاحظوا نفس الشيء، ها هو تثبت على لا مومبران بلازميك وعارض واحد لو ديتيرمينون انتيجينيك. اشنو هو لو ديتيرمينون انتيجينيك؟ لاحظوا الاصل ديالو، لاحظوا اصل هاد لو ديتيرمينون انتيجينيك. اذا بالنسبه لهاد لا سيلول ايمونيتير، لاحظتوا انها دارت الى فاغوسيتي، دخلات دارت لا فاغوسيتوز ديال ان انتيجين، مثلا اون باكتيري، عنصر غريب. الانتيجين هو عنصر غريب غير ذاتي، ممكن تكون اون باكتيري. اذا تم الادخال ديال هاد العمليه كتسمى لا فاغوسيتوز، حنا من بعد غنشوفوا المراحل ديالها بالتفصيل. من بعد كيتم تجزئ، لاحظتوا هنايا كيتم تجزئ هاد لونتيجين هذا مثلا بكتيري ولا غيرها، والعينات ديالها كتلاحظوا ان يتم تثبيتها على سي ام اش 2، والمركب كما تلاحظون هنا يتم تثبيته على السطح ديال الخليه، يعني في لا مومبران سيتوبلازميك. اذا الهدف هنا غادي نشوفوه من بعد هو ان كتعرض هذه الخليه هذه اللي هي تابعه لجهاز المناعه، غادي تعرض عينه من لونتيجين على دوطخ سيلول ايمونيتير. غادي نتعرفوا على هادشي فيما بعد. يعني الا بغينا نلخصوا شنو هو لو رول ديال سي ام اش، وي لا بريزونطاسيون سوا دي بيبتيد دو لا سيلول سوا دو لونتيجين. دونك دوزيامون نوسيون دو سوا اي دو نون سوا اي رول دي موليكول دو سي ام اش. دونك اون فا كومونسي بار ديفينير لو سوا اي لو نون سوا. دونك لو سوا سي لونسومبل دي زورغان تيسو سيلول اي موليكول ايسو دو لاكسبريسيون دو سون جينوم et qui sont incapables d'induire une réponse ou bien une réaction immunitaire. Donc, ce qu'on appelle le déti ou le soi, c'est le mokawinat du jisme. Il y a les organes, les tissus, l'ensija, les cellules et molécules, ça doit être le génome du déti. Le génome est l'ensemble des allèles de l'individu. Les éléments de l'organisme sont incapables غير قادرين باش ينشو ردود افعال مناعيه ضد هاد العناصر، يعني انها لا تحارب من طرف جهاز المناعه. alors que le non soi est tout ce qui est reconnu comme ne faisant pas partie du corps par le système immunitaire. اذا كل ما كيعتبروا الجهاز المناعه غريب عن الجسم، وهاد العناصر هي دي موليكول، بارتيكول، سيلول اترونجير، سيلول كانسيروز او ميتي كي هي ان سوا موديفيي. يعني ان جهاز المناعه ما كيعتبرش غريب ما يدخل من الخارج للجسم، يعني بحال جراثيم، بحال بكتيريات، فيروسات او عناصر اجنبيه عن الجسم، وانما كيعتبر نون سوا حتى ديك لي سيلول اللي تغيروا، السيلول ديال الذات ولكن تغيرت صبحت سرطانيه كونسيروز او تعرضت لواحد لا ميتاسيون ان جينيرال، يعني تعرضت لواحد الطفره. اون بارل دو سوا موديفي، حتى هو كيتعتبر نون سوا. ده بالنسبة لغول دي موليكول دو سي ام اش. دونك اون ا فيو كو لي موليكول دو سي ام اش دو كلاس 1 بريزونت دي بيبتيد اندوجين، يعني البيبتيد اللي اصلها داخلي للخلية، يعني تشكلها داخل الخلية، نورمال او نو، ممكن تكون عادية او غير عادية.
qui sont synthétisées par la cellule. اللي يتم تركيبهم طرف الخليه tandis que les molécules de CMH de classe 2 يعني CMH2 présentent des peptides exogènes يعني ذات مصدر خارجي. شفنا ان CMH2 اللي متواجد على الخلايا المناعيه اشنو كيعرض على السطح ديالو؟ كيعرض اجزاء من ديك العناصر الاجنبيه اللي يتم الفاجوسيتوز ديالها اللي تم ادخالها عن طريق الفاجوسيتوز. اكزوجين يعني خارج ذات مصدر خارجي فاجوسيتي بار سيرتين سيلول ايمونيتير. Les molécules de CMH participent à un véritable système d'inspection des protéines cellulaires. Dans toutes les cellules, des enzymes découpent en fragments, appelés peptides ou bien déterminants antigéniques, une partie des protéines présentées dans le cytoplasme. Chaque peptide se lie à une molécule de CMH, formant un complexe peptide-CMH qui migre à la surface de la cellule. La cellule assure ainsi une exposition, une hard permanente, بشكل دائم, de son contenu peptidique, des محتواه البيبتيدي, ce qui permet une véritable surveillance immunitaire. وهادشي اللي كيشكل مراقبة مناعية حقيقية. من بعد ما كتعرض جزيئات البروتينات اللي تشكلت داخل الخلية على سطح الخلية من طرف CMH, deux cas peuvent se poser. إذن غتكون عندنا جوج ديال الحالات. Si les peptides exposés proviennent de protéines normales de la cellule, les complexes peptides CMH ne déclenchent aucune réponse immunitaire. طبعا إلا كانت البيبتيدات المعروضة أصلها بروتينات عادية لن يكون هناك رد فعل مناعي. Par contre, si les peptides exposés proviennent soit de protéines étrangères, protéines codées par un génome viral, يعني بروتينات تم إنتاجها تحت إشراف des gènes d'un virus. Molécules étrangères introduites dans la cellule par phagocytose. أو عناصر أجنبية تم إدخالها par phagocytose. Soit de protéines anormales du soin ou soit modifiées. أو بروتينات ممكن تكون غير عادية للخلية متغيرة codées par des gènes mutés dans une cellule cancéreuse par exemple. حالات البروتينات مثلا التي تنتج تحت إشراف des gènes mutés يعني خدعوا الطفرة في خلايا سرطانية مثلا. Dans ces cas, les complexes peptides CMH déclenchent une réponse immunitaire. Et dans cette cas, bien sûr, ça va avoir une réponse immunitaire. أعزائي التلاميذ, أتمنى أن يكون هذا الجزء من الدرس واضحا. وإذا كان هناك أي إشكال, لا تترددوا أن تطرحوا أسئلتكم في التعليقات. وأتمنى لكم التوفيق.